صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. في الوقت الذي تتصاعد فيه التطورات الإقليمية والتحركات الدولية المحيطة بها، يبقى اللبنانيون منشغلون بما إذا كانت الحكومة ستشكل أم لا، والكل بانتظار ما سيحمله رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة إلى الرئيس نبيه بري، ورد بري على السنيورة كي يبنى على الشيء مقتضاه في الموضوع الحكومي. هذه المفاوضات الحكومية تجري في ظل زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى لبنان في إطار جولة إقليمية حتمتها التطورات المتسارعة في مفاوضات الملف النووي بين إيران ودول الغرب وروسيا، ومؤتمر جنيف 2 المرتقب في شأن سوريا وتأثيره على التطورات السورية، لا سيما وأن إيران ما زالت حتى اللحظة مستبعدة عن هذا المؤتمر، بالإضافة إلى ما يمكن أن يثيره بدء المحاكمات في قضية اغتيال الرئيس الحريري من تداعيات على الساحة اللبنانية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن كل هذه التطورات كانت محور اللقاء الذي انعقد في باريس بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والرئيس سعد الحريري. ضيفنا في نهاركم سعيد اليوم الدكتور أنطوان صفير، أستاذ محاضر في القانون الدولي، وسنناقش معه التطورات اللبنانية والتطورات الإقليمية، ولا سيما لجهة ما يرتبه القانون الدولي تجاه الاتفاقات الحاصلة والتي يمكن أن تحصل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير لكل المشاهدين. أهلا كل الكل. بدنا نشوف شوي مثل العادة حركة السير على بعض الطرقات. أوتوستراد جوني مثل ما بنعرف اليوم عيد المولد النبوي الشريف، يعني من عيد كل اللبنانيين واللبنانيين المسلمين خصوصا. عم نشوف انه ما في زحمة سير لا باتجاه الشمال ولا باتجاه العاصمة بيروت. كمان منطقة الدورة ما في اي زحمة سير باتجاه الكارنتينا والفورم دي بيروت، كمان ما في زحمة سير. بولفار شارل الحلو كمان الحركة طبيعية جدا حتى باتجاه المرفأ باتجاه وسط بيروت وباتجاه الكارنتينا. ساحة تسيم بالأشرفية كمان الحركة خفيفة. شارع الحمراء الحركة خفيفة جدا بشارع الحمراء حتى يعني عند التقاطعات ما عم نشوف سيارات متوقفة. كورنيش المزرعة كذلك الأمر الحركة خفيفة، ما في أي زحمة سير. طريق المطار المدينة الرياضية حركة طبيعية جدا. وأخيرا ساحة النجمة بمدينة صيدا كمان الحركة فيها طبيعية. يعني خلينا نبلش من زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى لبنان، وهذه الزيارة تأتي ضمن جولة في المنطقة تشمل لبنان وغيرها من الدول، وكمان يعني ستشمل سوريا. من المعروف أنه إيران يعني توصلت إلى اتفاقات مع الأوروبيين والأمريكيين والروس بشأن الملف النووي، وكمان إيران تسعى أن تكون موجودة بمؤتمر جنيف 2 لحل الأزمة السورية إذا كان هذا الأمر ممكن. شو بيرتب هذا كل هذه التطورات على الإيرانيين؟ أولا أكب كمان بدوري عايد كل الأصدقاء المسلمين في لبنان والعالم العربي بعيد المولد النبوي الشريف. واللي عم نشوفه اليوم من تطورات ليس بجديد. أولا لأنه الموضوع مفتوح على مصراعيه، إن كان الملف النووي الإيراني اللي صار له سنوات، إن كان الأزمة السورية اللي عم نعدها بالأشهر بس كمان صار لسنوات، يعني بتبلش بالسنة الرابعة. الأزمة اللبنانية أزمة مفتوحة بشكل دايم، مصر عم بتعيش أزمة كبيرة، الفلسطينيين كمان. إذن الموضوع في المنطقة موضوع متشعب ومتزايد. الوضع الإيراني هو وضع مركزي في هذه المنطقة، باعتبار أنه من الناحية الجيوسياسية بنشوف أنه إيران دولة محورية، مثل ما إسرائيل دولة محورية، مثل ما تركيا حاولت أن تلعب هذا الدور ولكن هلأ انكفأت لعدة أسباب ما بدنا نفوت فيها. اليوم الواقع الإيراني هو أمام اتفاق سياسي مع الدول، ما بدي أقول العظمى فقط، إنما الدول المؤثرة في القرار الدولي. ولكن هذا الاتفاق لم يتبلور بعد من خلال مجلس الأمن الدولي، وبالتالي بعده اتفاق سياسي بين مجموعة دول لم يتبلور على صعيد المجتمع الدولي بالشكل الرسمي. لذلك إيران تسعى بشكل مستمر على ما أعتقد إلى بلورة هذا الاتفاق وإدخاله ضمن المنظومة الدولية لوقف العقوبات ورفعها بشكل تام وإعادة العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية إلى المسار اللي هي بديه نسبة لمصالحها كدولة إقليمية مؤثرة في هذه المنطقة من العالم. يعني على صعيد القانون الدولي ما له مفاعيل هذا الاتفاق؟ هلأ لا. هلأ بعد ما له مفاعيل. له مفاعيل يعني بالقانون الدولي علينا أن نقرأ في القانون الدولي
من خلال القرارات التي تصدر إما عن مجلس الأمن، إما عن الجمعية العامة، إما مثل ما بنشوف في موضوع لبنان وسوريا بيانات رئاسية أو مشاريع ببعض المؤسسات الدولية مثل منظمة حقوق الإنسان، يعني مجلس حقوق الإنسان أو منظمات التي تعنى باللاجئين أو غيرها. نعم. اليوم الاتفاق صار بين 5+1 وإيران على صعيد سياسي من خلال عناوين طبعا مؤثرة جدا وأساسية، وهي في صلب القانون الدولي، إن كان بموضوع الملف النووي، لأن تعرف في اتفاقيات وفي معاهدات وفي قرارات دولية بشأن السلاح النووي، وأبرز قرار وصل هو 1540 اللي عنده لجنة بتتابعه بشكل مستمر ودائم، صحيح، على صعيد استعمال هذه الأسلحة وغيرها وتمويلها، وحتى بعض الإلزامات على المصارف والمؤسسات الدولية، إن كان في العالم العربي أو كان في أوروبا أو في أمريكا حتى. إذن هذا الموضوع بعد لم يدخل في سياق القانون الدولي إلا من خلال أنه صار في مباحثات، والمباحثات هي جزء من القانون الدولي، ولكن لا تتبلور إلا من خلال قرارات واضحة المعالم تؤكد أن هذا الموضوع قد تم الاتفاق عليه، وتبلور من خلال مجلس الأمن الدولي، لأن العقوبات المفروضة على إيران هي عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي، طبعا بتأثير من الدول الكبرى لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن وفي عقوبات فرضتها دول طبعا بشكل نسبة يعني. لا، ما هي نسبة للعقوبات الدولية، صار في عقوبات منفردة، يعني الولايات المتحدة اتخذت قرار بالعقوبات على إيران قبل أن تتخذ المجموعة الدولية، يعني رجعت المجموعة الدولية من خلال مجلس الأمن اتخذت قرارات، وبالتالي في دول عديدة متخذة قرارات بالعقوبات. هلأ الموضوع الملف النووي، ليش يعني يقال أنه لماذا السؤال عن الملف النووي وشو إلا دخل أستراليا مثلا؟ بس قبل بس هون الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما بترتب هون على الإيرانيين، يعني بمسألة هذا الاتفاق كمان ما بترتب عليهم، يعني مثل ما بيقولوا مفاعيل دولية، ما بترتب عليهم مفاعيل قانونية دولية إذا استعملوها بأي اتجاه؟ لا يعني هذا الاتفاق حصل مع 5+1، بس في ست أشهر، في فترة ست أشهر، صحيح، يعني صحيح. يصبح اتفاقا تنفيذيا وتتبناه المجموعة الدولية بالشكل الرسمي، يمكن اليوم تحت الطاولة في كل الاتفاقات، بس أنا عم بحكي ما هو مبين على صعيد القرارات اللي بيتخذها مجلس الأمن. بعتقد أنه الموضوع بده يتبلور بعد انتهاء ست أشهر، لأنه هيدي فترة، أنا ما بقول فترة مثل ما قيل أنه فترة تجريبية، لا، هيدي فترة تنفيذية تطبيقية للاتفاق، على أساس أنه هل سيتم التطبيق الكامل لمعالم هذا الاتفاق، هل سيتم بالسرعة اللي محطوطة فيه يعني موضوعة، هل سيتم بالآلية الموضوعة، يعني كل هذه أسئلة. طبعا بعتقد أنه إيران حريصة على تطبيق هذا الاتفاق، لأنه حريصة على موقعها الإقليمي المؤثر والفاعل في هذه المنطقة من العالم، ومن خلال التطورات السياسية يتبلور القانون الدولي وتصبح المجموعة الدولية أمام تبني ما أقرته مجموعة 5+1، يعني هيدا من باتجاه. أما استعمال الأسلحة النووية، الأسلحة النووية لما بيصير في تخصيب لليورانيوم بسبيل أهداف نحن بنسميها غير عسكرية، يعني من خلال توليد الطاقة أو إنتاج طاقات أخرى، يعني اليوم تعرف ما بقى موضوع بس الكهرباء، موضوع كتير اشياء عم بتصير على النوكليير، بنعرف انه بلشت عصر السيارات اللي كمان بلشت بهذا الاطار على الكهرباء، وبعدين على توليد طاقة بديلة، في موضوع المصانع، موضوع يعني مواضيع واسعة النطاق. طالما ان الاسلحة النووية لم تستعمل لغايات عسكرية فانها لا تناقض القانون الدولي. الاسلحة النووية ولا المفاعلات النووية؟ مفاعلات ايه طبعا، الاسلحة مش انه تفجير، لا، لا. يعني يعني لم تصنع في السبيل العسكري، هذا موضوع بعده ضمن اطار ما هو مسموح به في القانون الدولي، ولا تشمله القرارات الدولية، لا القرار 1540 ولا القرارات التي تلت. اذا الموضوع النووي بدنا ناخده بشقين، الشق العام المسموح فيه واللي موجود بكل دول العالم على صعيد استعماله لأهداف مدنية سلمية. وسلمية، أو على الصعيد العسكري، على الصعيد العسكري هذا موضوع تشمله القرارات الدولية، وهو موضوع الاتفاق الذي تم بين إيران ومجموعة الست على أساس الستة أشهر التطبيقية، على أن يتبنى مجلس الأمن هذا الموضوع تباعا أو ربما في نهاية هذه الفترة. لاحظنا يعني أنه هذه المفاوضات وما أدت إليه من اتفاق يعني أثرت كمان بالمواقف السياسية الإيرانية،
يعني عم نلاحظ يمكن بداية تغيير إيراني يتعلق ببعض الأوضاع في المنطقة، ويمكن هالتغيير يمكن يوضح بخلال الأشهر المقبلة، ولكن مثل ما هو واضح أنه ليس فقط الملف النووي الإيراني فقط هو المطروح مع الإيرانيين، كمان في ملفات أخرى إلى علاقة بالمنطقة، من سوريا إلى حزب الله إلى 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 فلسطين إلى غيرها من الأمور، إلى العراق إلى الخليج إلى إلى الخليج، كل هذه الأمور طبعا، لأنه بالنهاية منطق العلاقات السياسية الدولية اللي بنسميه واللي بيعلموه بالجامعات رولاسيون بوليتيك انترناسيونال لا يتعلق بملف، ينطلق من ملف أو بيكون مظهره ملف، إنما يشمل ملفات أخرى، لأنه الدول يعني بنهاية المطاف منها جمعيات خيرية، دول لديها استراتيجيات عمل، واستراتيجيات العمل تشمل الأمن والسياسة والاقتصاد وربما قضايا أخرى مثل ما كان بالعصور الماضية، يعني تتعلق بسيطرتها على بعض المؤسسات على بعض المنظمات أو بعض الدول في مناطق أخرى، يعني الحلم التوسعي عند بعض الدول. إنما اليوم وقت اللي بدنا نشوف طبعا وقت اللي منقول إنه إيران دولة مركزية لديها هذه القوة ولديها هذا التأثير في هذه المنطقة من العالم، إن من خلال حلفائها وامتداداتها الثقافية والسياسية والبنيوية إذا بدنا نقول أو الأحشائية انترنسيك، أو من خلال المؤسسات الاستثمارية اللي عندها، لأن نعرف أنه هذه الدولة نفطية صحيح. ودولة تمتلك من الثروات وهي تعاني من مسألة العقوبات طبعا، لأنه عندها ثروات موجودة في كل العالم ولديها سيولة ولديها ذهب ولديها معادن ولديها مصادر، يعني هي غنية في أموال مجمدة يعني طبعا، المتحدة بدأت بالإفراج عن بعض الأموال في عشرات المليارات وفي أكثر من دولة في العالم نتيجة هالعقوبات هذه. وطبعا وقت اللي بيصير في تجميد للأموال المصارف أو المؤسسات أو الدول تستفيد من هذا التجميد، لأنه وقت اللي منجمد أموال وهون في مفارقة بالقانون الدولي، لما بيصير في وضع يد هذا بنسميه ماميز بلوكاج، يعني بتحط إشارة على هالأموال ما بيعود صاحبها يقدر يحركها، لن كان دولي ولن كان شركة تابعة لهذه الدولة، لأن بتعرف في عقوبات على الدول وفي عقوبات على شركات التي تتعاطى وعلى أشخاص بيكونوا بزنس مان أو شيء. هل البنوك أو المؤسسات تقدر تستثمر هذه الأموال؟ طبعا لأنه الموضوع من سنة 79 مش من اليوم، وهو كان في تصاعد مستمر، يعني دايما في قرارات تشمل رجال أعمال وبزنسمان وشركات بشكل مستمر حتى الأمس القريب يعني. وبالتالي فإن الإفراج عن هذه الأموال يعني طبعا يعني مثل أسيتس، واحد بيملكهم وما عم بيقدر يتصرف فيهم. لذلك لا يمكن فك الارتباط بين الملف النووي والتفاهم، الذي تفاهم بالأحرف الأولى، أنا بقول بعد ما فينا نقول تفاهم 100% لأنه بدنا نشوف الست أشهر وما بعد الستة أشهر أيضا على صعيد الملف النووي بالتحديد، طبعا سيشمل أو شمل نكون دقيقين ملفات أخرى باعتبار أن هذه الدولة الإقليمية لديها مصالح ولديها يعني نوع من امتدادات، لسيما في سوريا مع النظام الرئيسي الأسد وبلبنان مع وجود حزب الله وربما مع أطراف آخرين أيضا في لبنان، يعني عندها تواصل، وكمان عندها بالخليج عندها حضور يعني ليس بسهل بهذا الموضوع، عندها حضور مؤثر في العراق خصوصا اليوم مع حكومة المالكي. إذن هيدا تمام نفوت بموضوع تركمانستان وغيرها، يعني بالمناطق اللي كانت الاتحاد تشكل جمهورية الاتحاد السوفيتي السابق. إذن هالدولة المحورية وقت اللي بدها تاخد ملف ما فيها تاخده فقط من زاوية الملف النووي وما يريده الغرب فقط، طيب ما تريده هي أيضا صح. يعني هيدا يعني الـ طبعا في مصالحة وفي مصالح الغرب طبعًا يلي طبعًا هي موجودة، بده يصير في توالف. بس اليوم يعني اليوم كمان في 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 استحاء تاني كمان عم بيواجهوه الإيرانية غير استحاء الملف النووي لنقول، وعدتهم حضرتك كتار، بس خلينا نفوت هيك بكم واحد. مسألة يعني ما يجري في سوريا ومؤتمر جنيف 2، اليوم الإيرانيين مستبعدين عن جنيف 2 والإيرانيين يعني حتى الساعة، ولكن هن يعني عم يلعبوا دور محوري وأساسي في سوريا إلى جانب النظام. هذا الاتفاق كيف يعني كيف سيؤثر على 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 الدور الإيراني في سوريا، وهل يعني إذا قبلت بالنهاية مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 سيزداد هذا التأثير الغربي على إيران بالموضوع السوري؟ بهذا الموضوع أنا بعتقد أنه خلينا نحدد أول شيء الخريطة الجيوبوليتيك بهالموضوع بموضوع سوريا بالتحديد. بسوريا النظام القائم نظام الرئيس الأسد لم يزل يحظى على الدعم الروسي المطلق، طبعا المطلق بمعنى الموقف مش بمعنى التكتيك صح. بالأمس اجتمعوا مع
من يومين مع المعارضة السورية. يعني ما الروس إذا بلشوا يفتحوا أبواب معينة، ولكن من حيث المبدأ هن انطلاق الدعم للنظام السوري. إيران في هذا السياق، إذا بالملف السوري إيران هي ضمن السياق الروسي سوا. بس ولكن روسيا يعني لم تستطع حتى الساعة فرض الحضور الإيراني. لا هلا ما ضروري تفرض الحضور الإيراني بهذا الموضوع بالذات، مهم النتيجة وما تصير. يعني هل وهون جملة أسئلة تطرح، يعني نحن مطرحها حضرتك وأنا وكل الناس اللي مراقبين. إيران لديها يد أساسية في العراق اليوم، وهي والغرب سوا عم بيكونوا في معركة ضد المتطرفين. إذن هيدي اللي بنسميها نحن توالف المصالح مش تقاطع، يعني حتى تلاصق المصالح بهذا. هل سوريا، هل إيران قادرة تحتفظ بالورقة العراقية بهذا الشكل وبالورقة السورية أيضا؟ هذا سؤال أساسي. يعني هل الغرب يعني وهل العالم الإسلامي يستطيع أن يتقبل هذا الموضوع إلى هذا الحد؟ هذه أسئلة ممكن تصير وممكن لا. لهالسبب الحضور الروسي هو أساسي تيشكل الشيء اللي بنسميه لكونتر بوا، يعني السلطة الموازية بموضوع سوريا، فيوصلوا إلى جنيف 2 اللي بعتقد أنا لن يخرج بحلول جذرية، إنما جنيف 2 على طريق جنيف 3. بس للأسف أنه بين جنيف 2 وقبل جنيف 2 وحتى جنيف 3 حتى جنيف 1 بلشنا بجنيف 1 أوكي، والقتلى والتدمير المستمر في سوريا والأبشع المجازر عم بتصير، وبعدين ضياع المسؤولية في سوريا. يعني اليوم بعلم الإرهاب شو الفرق بين الحروب التي كانت تشن وفيها إرهاب واللي عم بيصير اليوم؟ بالسابق خصوصا في الحرب الباردة بين الولايات المتحدة وقت ذاك والاتحاد السوفيتي، كان بعض الدول تمول عمليات إرهابية، وقت يصير في مفاوضات بين هذه الدول ودول أخرى أو مع المجموعة الدولية توقف العمليات. ليه؟ لأنه القيادة مركزية لهذه المجموعات والتمويل مركزي والأوامر مركزية. أما اليوم فنحن نعيش في زمن الإرهاب المتفلت أو لا مركزي، يعني تيروريسم ديسنتراليزي، بمعنى في مجموعات موجودة في سوريا، موجودة في العراق، موجودة في كل دول العالم، ما بتعرف وين مركز قرارها وما بتعرف وين مصادر تمويلها. يمكن الأجهزة الدول بتعرف، ولكن يمكن ما عندها، ما بتمتلك كل المعطيات. لو بتمتلك كل المعطيات ما كنا بنشوف اللي عم نشوفه. بتطلع إلى أنه هذا الإرهاب لا يبغي الوصول إلى طاولة المفاوضات كما كان يحصل في السابق. يعني منظمة التحرير الفلسطينية استعملت العنف في مراحل معينة حتى ضد مدنيين تصل إلى المفاوضات، ووصلت إلى المفاوضات اللي مرقت بمراحل. تعرف يعني تبلورت مع إعلان الرئيس عرفات جمهورية فلسطين بالجزائر سنة 88، مع أنه ما كان في لا أرض ولا في اتفاقيات ولا في شيء، مع تنازل الملك حسين عن الضفة الغربية بشكل طوعي، هذا تمهيد للسلام. هذا الموضوع اليوم اللي عم بيصير، حركات موجودة في كل العالم لديها حضور، لديها تمويل، لديها إيديولوجيات معينة، يعني منها ما هو معروف ومنها ما هو غير معروف. وقت اللي بدنا نوصل إلى الموضوع السوري، كل هالكمبلكسيتي، كل هالتعقيدات ستكون حاضرة على طاولة جنيف، لأنه الموضوع لم يعد فقط بين النظام ومعارضيه، أصبح حرب الأمم مثل ما أنا بسميها. يعني الحضور الإليمان دو كونفلي، يعني عناصر النزاع مشتتة، مش بس بين السلطة والمعارضة. لو هيك كانت العملية أسهل وقدرتها مركزية الدول على تأثير على هذه أو تلك من القوى الموجودة. اليوم لا، الموضوع يتوسع، وقصة جنيف 2 بتصير أكتر معقدة وقت اللي منشوف عناصر كتير موجودة، وروسيا ستسعى بعتقد أو عم تشتغل مع الولايات المتحدة للوصول إلى حل ما. هيك يعني إذا بتستشف من اللي عم بصير، وكأنه في تحضير لحل ما، ولكن هذا الحل هل النظام سيمشي فيه؟ هل المعارضة أو المعارضات ستقبل به؟ هل الناس اللي خارجة عن الاثنين سوا واللي عندها ارتباطات هنا وهناك بدها تفوت بهالمشكلة بهالمرحلة أو بدها تضل بالمشكلة؟ يعني في كمان، وهذه كلها أسئلة ما بنقدر نجاوب عنها اليوم لأنه لا نمتلك كل المعطيات. يعني طيب. من مكان يعني إلا إذا كان في مركز القرار، بس أنه على مستوانا يعني ما عنا معطيات إلا اللي شي منشوفه بالإعلام. هذا طيب. على الصعيد السوري. على الصعيد اللبناني يعني الدور الإيراني واضح من خلال حزب الله في لبنان،
هل سيتأثر هذا الدور خصوصا مع قول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه الملف النووي الإيراني ليس هو الملف الوحيد المطروح، عندما ننتهي من هذا الملف سنذهب إلى ملفات أخرى ومن ضمن حزب الله؟ يعني موضوع حزب الله موضوع معقد أكثر وموضوع لا يتعلق فقط بفأس الزر. يعني نحن موضوع حزب الله ما فيك تشوفه إلا من زاويتين، خارج إطار السياسة اللبنانية، بمعنى من هو من يتبنى حزب الله كحركة مقاومة اليوم حتى الساعة، ومن يرفض وجود السلاح مع الحزب، يعني النقيضين. إذا بدنا نشوف الموضوع من زاوية أنه ما يمثل حزب الله كتقل، إذا بدنا نقول في الداخل اللبناني يمثل الشيء الكثير، خارج قصة السلاح يمثل طائفة أساسية أولا، صحيح بتقلي 60-70-80-90%، مش هيدا المهم. المهم أن الطائفة الشيعية اليوم بمجملة تتمثل بحزب الله. إذن هيدا وقت اللي بدك تطلع إلى التركيب اللبنانية، هذا الحزب هو جزء أساسي واستراتيجي من التركيب اللبناني. أما في بعده الجيوسياسي، طبعا هو منظمة يعني فيها مع سلاح، وقت اللي بيكون مع سلاح بيكون عندها استراتيجيات عمل، بيكون عندها تخطيط وتنظيم، وأبرز دليل أنها دخلت إلى سوريا ضمن ما رأته من استراتيجية عمل. يعني مش هيدي مش يعني مش استراتيجيه واحده، هيدي الاستراتيجيه الايرانيه طبعا، مش عم نقول لا يعني انه او بالتوالف مع ايران طبعا بهالموضوع، بس انه لم تسال الاخرين في لبنان اكيد يعني، او ما اخذت اذن اذا بدك تقول. ليه؟ لانه في عندها استراتيجيه بهذا الموضوع، واعتبرت انه الحرب في سوريا هي حرب استباقيه، يعني بمعنى انه ندخل الحرب كي لا تاتي الحرب الينا، هيدا كان المنطق بهذا الموضوع. اذا بدك تشوف حزب الله من زاوية جيوسياسية، مثل ما حكينا بالموضوع الجيوبوليتيك على صعيد المنطقة، هذا موضوع يعني هو مثل ما هو حرب الأمم بسوريا، كمان هو نقاش الأمم بكل هذه الملفات، مش بس بلبنان وبالمنطقة بالمنطقة. أما في الداخل اللبناني فأبرز دليل أنه بدك توصل إلى حكومة اليوم. طيب وقت اللي بدك توصل إلى حكومة في عندك حلين، في حل طرحه فخامة الرئيس أو انحكى فيه مع الرئيس المكلف، والرئيس المكلف عنده تجربة بهالموضوع أو خبرة مع والده لما عمل حكومة الشباب اللي بعدها لليوم تذكر حكومة الشباب. ليه؟ لأنه قال أنه بدنا نجيب وجوه جديدة، بدنا نجيب ناس ما توزرت، لأنه مش بس اللي توزروا هن يعني عندهم فقط التلون، وعندهم في ناس كتير بالبلد موجودة وفاعلة وبالأحزاب وبالقيادات وبالمستقلين ولديها الحق في أن تكون في الحكومة اللبنانية. وبعتقد هيدا ببعد كل المحاصصات بالحد الأدنى، فينا نكون يعني هيك إنه إيتوبيك إنه إيه لا أكيد بلبنان ما فيك تكون هيك إيه. وقصة الحيادية شو يعني الحيادية؟ الحيادية بمعنى إنه الوزراء ما سميوا من هذه الجهات بشكل مباشر تيمثلوا هذا الحزب أو هذا التيار أو هذا الفكر، بس حياديين ما في حدا حيادي بلبنان بمعنى إنه ما عنده رأي. لا أكيد كل الناس عندها رأي وكل الناس عندها توجه سياسي. وبعدين قصة إنه اليوم لما انطلقت يعني مع فخامة الرئيس سليمان بالتحديد لما بلش العهد وانحكى بموضوع الوسطية، الوسطية فهمت مع الوقت إنه مين وسط يا أخي، يجيبوه وزير هذا ما عنده رأي، ولأنه مع فلان ولا مع ولا إله رأي لا بحزب الله ولا بالسلاح ولا بالفساد ولا بالدولة ولا ما إله رأي بشيء. لا بيحكي ولا بيشكي. لا إنه إله رأي بحاله. لا هاي ما بتمشي الأمور. الوسطية مثل كل دول العالم، في مثل ما في يمين ويسار في سنتريست، في ناس لديها فكر سنتريست يعني يتعلق بكيفية إدارة الدولة، بكيفية مقاربة الملفات، ليس من زاوية التبني المطلق لموقف هذا الفريق أو ذاك. هذا الشيء ما حصل، هذا الشيء ما حصل لأنه لم يتبلور في الانتخابات النيابية بال2009، يعني الكتلة الوسطية ما قدرت وصلت إلى أي نتيجة. الرئيس ميقاتي لما أتى بموضوع الوسطية كمان ما قدر يبلور هذا الموضوع، لأنه بقي يعني ما بدي أقول أنه أسير، بس بقي متعلق طبعا بقاعدته. هون بلبنان فهمت الوسطية أنه الناس يلي هني يلي ضد أو منهم مع 8 ومنهم مع 14 أدار، هيك انفهمت الوسطية. بس الوسطية صارت ساعتها فعل سلبي، ما عاد فعل إيجابي، يعني أنه بيقول لك مثلا مفهوم السلام بالعالم أنه أنا بسلام بقعد ببيتي، هذا مش سلام، هذا انكفاء.
يعني أنا الوسطية بلبنان هيك فهمت انه الوسطية انه احنا لا مع 14 انا ما تسألني شيء يا اخي ما تسألني رأيي بحدا ما تسألني رأي بأي حزب بأي شيء انا ما بحكي الا بمواضيع هيك يعني لا تطبق المهم انه بكرة بس ينقوا الوزراء بدون ينقوا واحد بلا طعم وبلا لون بيجيبوني هذه ما بتمشي ليه ما بتمشي لأنه الوسطية هي فعل إيجابي في النظام الديمقراطي وفي المؤسسات الدستورية والسياسية بكل دول العالم اللي عندها نظام الأحزاب واللي عندها نظام بيتعلق ببرلمان بياخد وبيعطي من بعضه نحن برلماننا للأسف ما عم بياخد ويعطي من بعضه مش من هلأ مش عم يجتمع يعني موضوع مثلا مش بس عم بياخد ويعطي مش بس هو مش عم بيجتمع المجلس الدستوري ما اجتمع مجلس الدستوري يعني اللي هني بحكم القضاة ما ننقضات إنما بحكم القضاة ما يجوا ما زبط النصاب ما زبط النصاب يعني هذا موضوع مع احترامي أنا للكل يعني ماني كلهم أساتذتنا بس عم بحكي بس يبدو أنه عالجوا هذا الموضوع يبدو أنه هلأ في مشروع جديد حتى يغيروا النصاب على وكمان عفوا صار أنه مثل في هذا شيء جيد اتفاق بين بعضهم أنه ما حدا بيغيب أنه هذا الاتفاق هذا كلام أنا ما لا يعنيني عم بيجربوا يحطوه بنص ما أول شيء بدنا مجلس النواب يجتمع وبدنا مجلس الوزراء يكون في مجلس وزراء قادر يناقش مجلس النواب هلا بنشوف الحكومة عم نشوف في بحث بيقولوا طويل عريض ما بعرف البحث وين رح يصف أنا ماني شايف إنه البحث يعني رح يكون فيه له كتير نتيجة ناطرين اليوم الرئيس سنيورا يروح عند الرئيس بري يعني ويخبره إذا بيوافق على حكومة سياسية جامعة يعني تيار المستقبل وقوى 14 بدنا إذا واحد بده يكون واقعي وصفناه ببداية الحلقة حول الموضوع الجيوسياسي بينعكس على لبنان إذا في بينعكس بشكل واضح إذا في شيء مفهوم سياسي بينعكس على لبنان إذا في موافقة ضمنية من السعودية وإيران تقوم الحكومة في لبنان ليش لانه تنخبر خبريه ما هذا شيء مش معروف السعوديين عم بيقولوا نحن مش معنيين انتم شوفوا بين بعضكم كلبنانيين شو اذا السعوديه لا تمانع لا تمانع وايران لا تمانع تقوم الحكومه اللبنانيه هلا كيف تقوم الحكومه اللبنانيه طبعا الدول ما رح تجي تقول لك تعال جيب فلان وحطه بهذا المركز وشوف شو بدك تعمل وتقوم مقام اهل البيت بالتفاصيل مثل ما كان يصير قبل يعني لا هلا الموضوع مفتوح على كل الاحتمالات هلا حكومه جامعه هل هي يعني حكومة الوحدة الوطنية؟ شوف شو تفسيرك لها حكومة جامعة أكيد حكومة جامعة وطنية. شو جامعة يعني؟ لا جامعة يعني فيها من كل الناس أو فيها أشخاص قريبين من كل الناس من كل الناس إذا حكومة الوحدة الوطنية بالمعنى اللي كنا نعرفه من السبعينات لليوم يعني مقيد لها أن لا تعمل ليش حكومة الجامعة يعني ستعمل؟ لا الحكومة الجامعة ما هيدا هيدا أنا عم بحكي بالتكنيك بالمو تكنيك إذا بدك أوكي عظيم حكومة جامعة يعني ما في معارضة أساسية من فريق أساسي عليها ضده تأخذ الثقة في البرلمان عندها ملفات كتير تشتغل فيها على الصعيد التقني والإنمائي لأنه تعرف حكومة تصريف الأعمال صار لها 9 أشهر 10 أشهر وقامت بي يعني الوزراء ما أثروا أبدا بالعكس يعني مفهوم تفسير الأعمال تصريف الأعمال بلبنان مفسر بشكل بلبنان يعني صار بالمعنى الواسع إيه يعني صار أهم وأقوى وأوسع من اجتماع مجلس الوزراء طبعا يعني الحكومة وقت كانت عم غير مستقيلة وعم تعقد اجتماعات مجلس الوزراء ما كان الوزراء عم يشتغلوا هالقد لا هذا يلي لاحظناه بهذا الموضوع يعني ما بعرف إذا بدنا نحكي عنه بمرحلة لاحقة موضوع تصريف الأعمال لفترة اسمه تصريف الأعمال يعني بتتقدم الحكومة باستقالتها رئيس الجمهورية بيقبل الاستقالة ويكلف الرئيس المستقيل انه منكلفك بتصريف الاعمال هذا على اساس انه فتره انه الفتره كم أسبوع حتى المجلس يعني. الدستوري الفرنسي بحط كادر بهذا الموضوع صارت بالجمهوريه الرابعه الفرنسيه انه لفتره معقوله يعني شهر ماكسيموم انه فتره هلا اليوم بتوصل الى مرحله الرئيس المكلف عنده مهله ليشكل يعني وهي المهله هي حمايه له وضمانة للاخرين انه انا عندي شهرين لكل الأفرقاء اللي معه واللي ضده هون إذا عم تقول إذا حطوا له مهلة لازم يحطوا له مهلة بالدستور اليوم بالدستور ما في مهلة لا ما هيدي 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 الأشياء هيدا الشوائب الموجودة في النص الدستوري على أساس إنه الشخص اللي موجود في رئاسة الحكومة مكلفا يعني حتى رئيس الحكومة المكلف اليوم حتى بعض الدراسات بتقول إنه من يستلم بعد رئيس الجمهورية في حالة الفراغ طبعا مش الرئيس المكلف لانه الرئيس المكلف ليس له صفه دستوريه حتى الساعه الماده بتقول تناط صلاحيات رئيس الجمهوريه بمجلس الوزراء مجتمع طيب اذا لازم يكون للرئيس المكلف مهله شهر شهرين ثلاثه لتشكيل حكومه يا بيشكل يا ملزم
أنه يعتذر بحكم النص، هيدا بيحميه وبيكون ضماني لكل الآخرين. أما نوصل إلى مرحلة، يعني اليوم مين بدك تجيب اليوم بهي المرحلة غير الرئيس تمام سلام، رجل وفاق ورجل تواصل ورجل مقبول. بس المشكلة مش على الشخص، المشكلة كيف بده يكون في طاولة مجلس وزراء تتخذ قرارات في قضايا في عليها خلاف أساسي أساسي وعميق. رح نتابع هذه المواضيع كلها بعد ما ناخد أول بريك إعلاني. ونتابع نهاركم سعيد من الـ LBC مع الدكتور أنطوان صفير الأستاذ المحاضر في القانون الدولي. كنا عم نحكي عن مسألة الحكومة وبين حكومة وحدة وطنية وحكومة سياسية جامعة، يعني كمان لو هيك شوية بترجع إنه الفرق بين الوطنية والجامعة. يعني الحكومة الوحدة الوطنية هي إنه كل الأطراف تسمي أشخاص وتكون هالحكومة حكومة تجمع كل الأحزاب الموجودة في البرلمان اللبناني، يعني بتكون بديلة عن البرلمان. هيدا شيء لا برلمان في حاسبها ولا طبعا ما في حاسبها، لا ما بيحاسب حاله. هو بالأساس بالأساس يجب فصل النيابة عن الوزارة. بس وقت بيطلعوا الفرقاء السياسيين بيقولوا لازم كل طرف بالحكومة يتمثل بحجمه بالبرلمان، يعني كيف ساعتها انه بدك انت تودي حكومة على البرلمان بتقول شوف اذا بتاخد الثقة ولا ما بتاخد الثقة؟ ما هي حتما اخد الثقة وفيك تحاسبها. يجب ان يفسر هذا الموضوع من زاوية اخرى، انه بدكن الافرقاء اللي بالبرلمان يعطوها الثقة، فيهم يعطوها الثقة بس مش بأشخاص هي تعينهم، وبالتالي يصير النائب هو وزير أو الوزير مندوب عن النائب، يعني بنفس التكتل. لا، فيكون أشخاص آخرين والحكومة تقوم بدورة التقني والسياسي وتكون مدعومة من القوى السياسية كلها. يعني ليه؟ لأن ما فيك تقصي حدا. يعني هذا موقف غبطة البطريرك، أنه ما تقصوا حدا. ليه؟ لأنه إذا بده يكون في حكومة بيعتبر فريق أساسي أنه مقصي عنها، سيكون مقصي عن الحياة السياسية وبده يصير في يرجع في مشكل بالبلد. والمشكل طبعا والمشكل مفتوح بالبلد لهالسبب. الحكومة الجامعة شغلة مهمة إذا قدرنا وصلنا لها، إذا التفاهم بالحد الأدنى موجود من إيران ومن المملكة العربية السعودية اللي لها دور مؤثر وأساسي على الساحة اللبنانية. هذا ما فينا ننكر هذا الموضوع، هذا موضوع واضح. إذن وقت اللي بدنا نشوف هالفكرة منشوفها من زاوية أنه تعوا تنبلور حكومة جامعة بالحد الأدنى، فيها أطراف سياسيين لايت خلينا نقول، وفيها أشخاص مستقلين أو أنه تقنيين وموجودين في وزارات تعمل من أجل المصلحة، المصلحة العامة. لأنه نسينا المصلحة العامة، صرنا فترة يعني الخير العام مثل ما بيحكي مثل ما بيحدده فن السياسي، أنه الخير العام صار يعني شوي محطوط على جنب. طيب من هون يعني وقت صار الكلام عن حكومة سياسية جامعة، من هون برأيك اجت بعض التنازلات يلي اجت قالت ما بقى بدنا حكومة 9-9-6، بدنا حكومة 8-3-8، اجوا قالوا ما بدنا المداورة بنقبل فيها، التلت المعطل بنشوف كيف نتخلى عنه، ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة عم ينحكى انه بيتلاقي لها صيغة اخرى، وانه اللغة العربية غنية بالمفردات التي يعني تشرح هذه المسألة. هل في هذا الإطار يعني يأتي تسهيل تشكيل الحكومة الجامعة مش حكومة الوحدة الوطنية؟ يعني تتوصل لحكي بين الأفرقاء السياسيين مثل اللي عم بيصير، في شيء يتغير. يعني أكيد في شيء يتغير، في شيء السيد حسن نصر الله بأحد خطاباته عم بيقول بقاله هلأ بتسعة تسعة ستة أحسن ما بعدين بطل نقبل نحن بيه. هذا كان خطاب مرتفع قبل سمعت السيد، وكان في خطابات مرتفعة بالجهة المقابل كمان. يعني الرئيس سنيورا بيحكي كلام عن موضوع المقاومة المدنية رفضا لاحتلال السلاح، قال رفع شعار تحرير لبنان من السلاح غير الشرعي، إذن وقال ما قبل اغتيال شطح غير ما بعد. كان في حركة واضحة بهذا الاتجاه توصلنا إلى 5 و7 أيار خلينا نقول. إذا كانت كملت بهذا الموضوع بدها توصل إلى النتيجة، يعني ما حدا بيقدر ولا فريق من الأفرقاء بيقدر يتحملها بهذا الظرف. اولا لانه دول العالم والدول العربيه والدول الاقليميه كل وحده عندها ازماتها وعندها ملفاتها، من الملف النووي لملف سوريا للعراق لكل المشاكل اللي عم نشوفها. اذا ما بعتقد حدا فاضي لموضوع لبنان يفوت لبنان بصراعات داخليه لا طائله منها مثل ما بيقولوا. لبنان بعده بقرار خارجي محيد حتى الساعه. هلا طبعا الازمه السوريه كل ما تتوسع كل ما يجي رذاذ علينا، كل ما يجي نوع من نتائج معينه، بس بعد العمليه محدودة في الزمن والمكان. عظيم. بس هذا وقت اللي بتفوت بالشكل اللي كنا رايحين فيه بهالترند الاتجاهين هودي متجهين كنا إلى مشكلة أساسية ما حدا بيقدر يتحمل نتائجها ولا فريق.
ولا حزب الله ولا 14 أذار. لهالسبب توصل إلى مرحلة تحكي بحكومة جامعة، ما ضروري تكون حكومة وحدة وطنية، بالتالي كل الناس تكون قاعدة على طاولة مجلس وزراء ومجلس النواب يصفي عم يتفرج على مجلس الوزراء. لا، فيها تكون حكومة مقبولة بالحد الأدنى، يكون فيها نفس هيك، يعني مش انه معتدل بدي اقول، بس انه نفس تواصلي بين الأفرقة، تتمرق هالمرحلة. تمرق المرحلة بسيط، الخوف والتساؤل أن تكون الحكومة الآتية هي الحكومة التي ستتولى صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية في حال لم ينتخب رئيس جديد. قبل ما أوصل بس لهذا الموضوع، بس اليوم كمان كل الكلام، حتى الكلام يعني اللي عم يتحدثوا فيه الأوروبيين والأمريكيين وحتى الروس، يعني مثل ما فهمنا مبارح بخلال اللقاء بين الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه هذه الحكومة يجب أن يكون أساس عملها هو إعلان بعبدها، إعلان بعبدها الذي يدعو إلى تحييد لبنان عن ما يجري في المنطقة، إعلان بعبدها يلي حزب الله قال عنه أنه جف حبره قبل أن يصل إلى الإعلام وأنه مات. يعني إعلان بعبدها، يعني كيف هذه إعلان بعبدها ستقوم على أساس إعلان بعبدها؟ إعلان بعبدها شغلة أساسية تتعلق بتأكيد كل الأطراف اللبنانيين وقت ذاك على عدم قدرة لبنان أن يدخل في الأتون السورية ولا من باب عظيم. ولا من باب، هذا كان إقرار من الكل حتى من حزب الله بالذات، أنه الأتون السورية نار مشتعلة، لبنان كدولة وكمؤسسات وكشعب غير قادر على تحمل هذه الأوزار. هلأ بعد فترة الحدود مفتوحة، ساعة بالقصير وساعة بالألمون وساعة ما بعرف المنطقة جغرافيا كتير، فتحنا الموضوع على مصراعيه وصار في مثل كأنه ما عاد في حدود بيننا وبين سوريا. إذا منتبه يعني منطق أو نهج الحدود الدولية ما عاد موجود، غير موجود. في حدود مفتوحة، يعني أما الحدود الحدود فأصبحت في الداخل السوري في الداخل السوري بين النظام ومعارضيه، ما عادت على الحدود الدولية بين لبنان وسوريا. إذن موضوع إعلان بعبدة يجب التشديد عليه، وعلى كل حال إعلان بعبدة الأمم المتحدة تبنته، يعني موضوع ما أنه مش بقرار، تبنته بالبيان الرئاسي على أساس أنه الأمين العام حكي فيه أنه حيدوا لبنان عن الموضوع السوري، لأنه لبنان ما أنه قادر يفوت بهذا الموضوع، لأنه يمكن حرب الأمم في سوريا تستمر إلى سنوات. إن شاء الله لا، بس إذا استمرت إلى سنوات نحن ما فينا نتحمل هيد الأوزار. بعدين خلينا نقول نحن النتائج الاقتصادية اللي نحن عم نتحملها، انت كان عندك سوق طويل عريض في سوريا شو ما كان في تواصل معه، صار عندك 1.5 مليون ريفوجيه، شو اسمه، لاجئين، ما حدا من دول العالم عم بيتحمل مسؤولية فعليا. طيب وصلت لمرحلة بدك تروح حكما على توافق ما ولو بالحد الأدنى، تنزل السقف اللي عم تحكي فيه كل الأطراف وتوصل إلى طاولة التواصل. عظيم. هلا إعلان بعبدة سيكون هو الأساس في هذه الحكومة؟ أنا بعتقد بده يكون إعلان بعبدة، إعلان بعبدة وصيغة مخففة لموضوع الشعب والجيش والمقاومة، يعني بدهم يعملوا نوع من تزاوج بين إعلان بعبدة وبين ما يريح حزب الله في آن معا، بيكونوا الفريقين الحد الأدنى. عظيم. يعني هاي بمسألة المقاومة ومسألة مواجهة إسرائيل، بس بمسألة يعني تورط حزب الله وغير حزب الله بالصراع السوري هم مسألة أساسية. على الموضوع، الموضوع يعني خلينا نقول بصريح العبارة، يعني الحكومة الآتية يعني سيكون لها هذا الدور الكبير لتوقف فتح الحدود بين لبنان وسوريا. بس إذا هذه الحكومة سئلت شو موقفها من تورط حزب الله في سوريا أو من تورط غيره من أطراف، شو بتقول؟ الموضوع معلش أكتر من هيك، بدي أسأل أنا. السفراء الأجانب عم يجتمعوا مع حزب الله ومع كل الأطراف والاجتماع مع كل الأطراف دليل على أنه ما في إقصاء لحدا من التركيبة ولا من التواصل. لسبب الموضوع بعتقد موضوع حزب الله يصبح ثانويا وقت اللي فيه قضايا كبرى عم تتقدم بالتسويات وبقبول المملكة العربية السعودية وإيران. يعني ما حدا يستبعد إنه حزب الله ينسحب من فوق، ما حدا يستبعد، هذا كله وارد بقرار منه، يعني بقرار مش إنه بالقوة بده يطلع، بقرار إنه أوكي يمكن أدينا مهمة أو أدينا اللي بدنا نأديه بحرب استباقية، وهذا كله ضمن سياق ما سيتم التوصل إليه من حلول أو بدايات حلول على صعيد المنطقة. ليش خبر يعني هيدي خبرية انه
أنا وياك عم نتصارع، أنا وياك عم نتصارع، بس في قوى خارجية موجودة ولها تأثير على الساحة اللبنانية وكلمتها فاعلة بما لها من مؤيدين وأصدقاء وامتدادات على الساحة اللبنانية. خلينا بكل صراحة، إيران والمملكة العربية السعودية، ما في حدا ينكر هذا الموضوع، ولا منكون عم نخبي الواقع. بس وقت تجي هذه الأطراف السياسية، الأطراف السياسية إن كان بثمانية ولا إن كان بأربعتاش، وبالتحديد حزب الله والتيار المستقبل وغيرهم، يعني بيعلنوا مواقف يعني بهذا السقف المرتفع وبهذه الحدة، ومن ثم يعني بسحر ساحر تتبدل هذه المواقف، وكل ما قيل يصبح أنه ممكن البحث فيه، وأنه يلا ماشي الحال خلينا نمشي. طب هون يعني ألا يترتب على هذه الأطراف مسؤوليات، مسؤوليات تجاه كل هالفترة يلي راحت فيها الحكومة، وكان في حكومة كان في حكومة عم بتصرف أعمال، مسؤوليات تجاه وضع الأمن المتردد، تجاه التفجيرات، تجاه الاغتيالات؟ يعني بعتقد أنه بهذا الموضوع لازم يكون مش درس، بس لازم يكون نوع من خبرة متجددة لكل الطبقة السياسية. بس هذا مش جديد، لا ما هيدي مرة جديدة، هيدي مرة جديدة. نحن محكومون بالتوافق أو بتوافق ما، وإلا سنذهب إلى صراع مفتوح. مين بأي طرف لبناني بيقدر يتحمل صراع مفتوح؟ ما حدا، ما حدا، ما حدا، لأنه لبنان مشاكله بتكفي. ويمكن كمان بعتقد أنه بده يتطلع اللي عم بيشوف مثلا أنه إمكانية عدم قيام حكومة أو استمرار عدم قيام حكومة والوصول إلى فراغ رئاسي، يمكن عم ينسى أنه في إعادة درس للتصنيف الائتماني للبنان. يعني وقت اللي بينزل لا سمح الله للسي، يعني صرنا بمرحلة خطرة على الصعيد النقدي وعلى الصعيد الاقتصادي. مين بيقدر يتحمل هذا الشيء؟ يعني كمان الأطراف السياسيين بكل يعني مع احترامي لكل توجهاتهم، وقت اللي بدنا نوصل إلى مرحلة كمان ما الاقتصاد هو أساسي، نعرف الأزمات أستاذ بسام. صح، بس ما هي الأزمة الاقتصادية، بس يعني تخلف السياح، الاستثمارات، كله هيدا مع بعضه. إيه؟ بس هيدا بعد، بس ما هو كان سبب أساسي في هذه المشكلة إنه بعض ما أعلنه بعض الفرقاء السياسيين، يعني الفرقاء السياسيين اللي كانوا يهاجموا حزب الله ويقولوا عم تتدخل بسوريا وعم تعمل كذا وعم تعمل كذا وعم تعمل كذا، هذا أيضا انعكس على الدول الخارجية وقراراتها بمسألة لبنان. لهالسبب المطلوب أن يكون هنالك حكومة مقبولة من القوى الإقليمية على صعيد إعادة الثقة بلبنان، على هذا الصعيد أولا ترتيب الوضع الأمني. نعرف انه نحن اليوم عم نعيش رهاب نفسي كلنا سوا، مزبوط، يعني وصلت انه تطلع لوايح تقول هاي هودي السيارات في عليهم نمر وهودي مفخخين، بعدين نفت القوى الامنيه هذا الشيء. يعني اتامل وين وصلنا، هيدا بخاف من يروح على المول، هيدا بخاف يروح على المؤسسات على الابسي، هيدا بخاف ما بعرف وين يروح. ليه؟ لانه انت عم بتعيش شيء بنسميه تيروريسم سيكولوجيك، انت عم بتعيش بسبب الازمه السياسيه المفتوحه على مصراعيها، وصلنا الى نتيجه امنيه ما بنعرف انه بكره بيطلع انفجار هون او هونيك. طيب هذا البلد بيقدر يستمر هيك؟ لا، عنده مقومات يقدر يستمر بهذا الشكل. طيب هلا اضافه الى كل المشاكل اللي عم نشوفها اللي عم بحكي عنه انا كتير خطير واساسي والاقتصاديين بيعرفوه، انا ماني رجل اقتصاد، بس وقت اللي التصنيف الائتماني للبنان بيتراجع لورا الكل بدهم يرجوا يتحملوا مسؤولياتهم، لانه نحن عم نعيش مديونيه كتير عاليه، مديونيه كتير عاليه نسبه، انه عم بتشوف انه قديش الناتج المحلي وقديش النمو، نحن النمو ماينس. صح، طب كيف الخبريه هي؟ مين بيتحمل مسؤوليه؟ يعني انه منطلع هالشباب وهالصبايا بيدرسوا وبياخذوا، عندنا تلاميذ بالجامعات كلهم بتعمل سونداج صغير 80% بدهم يسافروا. طيب نحن شغلتنا بس نصدر الناس لبرا؟ ما هيدا السؤال. يعني هيدي اسئله برسم كل الاطراف السياسيه، مش انا عم بعطيهم درس، وما مني انا عم بحكي كمراقب وكمواطن وكأستاذ جامعة، لأن بالجامعة بتعرف بتكون حضرتك كمان بتكون على تواصل مع التلاميذ ومع الجيل الجديد اللي هيدا معول عليه. طيب إذا الجيل الجديد عنده ديسبشن، عنده نوع من قرف وعنده نوع من أنه عدم ثقة، لا طيب خلينا نستجمع الثقة. لا، بتستجمع بين ليل وضحاها؟ لا ما بتستجمع بين ليل وضحاها، بس على الأقل يعني بتبلش القصة باتجاه معين، يصير في حكومة بالحد الأدنى تصير موجودة، يصير في وزراء أصيلين يعني مش بتصريف أعمال، وتبلش تمشي بالملفات تباعا، ونحضر انتخابات رئاسة الجمهورية ضمن المهل الدستوري المحددة في الدستور. شو الضمان انه اذا شكلت هذه الحكومة ستكون مقدمة لإجراء الانتخابات الرئاسية؟ يعني مش مقدمة، بس
عدم وجود حكومة وعدم الوصول إلى اتفاق حول الحكومة بأكد لك أنه ما في انتخابات رئاسية. هذا بالتأكيد لأن هذا ترند ببلش بالإمباس يعني المأزق الحكومي ينتقل إلى المأزق الرئاسي، يعني صار في مأزق دستوري، بعد المأزق الدستوري تستعر المشاكل والنزاعات السياسية نصل إلى مشاكل أمنية، ونوصل إما إلى طائف جديد إما إلى دوحة جديدة. بس شو بيكون الثمن؟ بيكون ثمن اقتصادي باهظ، ثمن سياسي باهظ، و شو عم نعمل؟ بس اليوم يعني إذا نحن بنعرف النهاية كلنا سوا، نعرف نهاية المطاف، هيدا الترند وين بيروح وين بيرجع، ما هيدا سيكل عظيم، هيدا سيكل عظيم. بس بعد انتخابات 2009 اجت حكومة وحدة وطنية وكمان الجميع تفائلوا خيرا بهذه الحكومة وقالوا هاي الحكومة بتشتغل، وحصل ما حصل مع حكومة الرئيس سعد الحريري. طيب انه اليوم هل في شيء تغير على الساحة الداخلية اللبنانية؟ لا، حتى في شيء تغير على الساحة الإقليمية. آه العظيم، على الساحة الإقليمية طبعا في شيء تغير إيجابا تجاه لبنان؟ مش إيجابا، إيجابا إذا بيصير في توافق بالحد الأدنى بين إيران والسعودية. ولو توافق سلبي، يعني توافق سلبي كيف؟ أنه عدم معارضة لما يجري على الساحة اللبنانية، عدم معارضة لحكومة جامعة بالحد الأدنى، أو حتى إذا ما لنا جامعة، لأنه بعتقد المعطيات بتقول أنه فخامة الرئيس مصر على تشكيل حكومة من نهاية الأسبوع الجاري. يعني ما في حكومي. هلا بده يعطوا وقت للاتصالات، يعني انه الاتصالات يعني الاتصالات شو بدها الاتصالات يعني؟ الاتصالات فيها قرار، اذا في قرار بهذا الموضوع بتروح على القرار. هلا في ناس ما بدها تفوت بالحكومه، حقها ما تفوت بالحكومه، مش كل الناس لازم تكون بالحكومه، في ناس لازم تكون ما نقابله. ليه؟ لانه انت بنظام تعددي، بنظام نسينا انه نحن في تنوع بلبنان، هيدا التنوع في مبادئ انتسيت بالمره، نحن في تنوع، من حق يفوت بالحكومة كحزب أو كتيار، وحق لا قول أنا ما بشارك مع بسام أبو زيد، هذا شيء طبيعي. ليه؟ لأنه وقال بالنهاية من صفي كلنا مونوكرام، كلنا فرد بنمشي هيك بالسحر، لا هي ما بتمشي القصة هيك. لبنان منو بلد شمولي، بده يكون في أطراف معارضة وأطراف موالية، هذا مبدأ النظام. هلا حكومة اليوم جامعة بالحد الأدنى مطلوبة، مطلوبة تنوصل إلى تحضير الانتخابات الرئاسية، وإلا سنصل إلى الفراغ، والفراغ الدستوري سيؤدي إلى فراغ سياسي وإلى فراغ أمني، هيدا موضوع واضح. إذا نحن اليوم بدنا نبحث كل الأولويات من زاوية تشكيل هذه الحكومة، وبعتقد أنه لما فخامة الرئيس وكل المسؤولين الأساسيين بالبلد وغبطة البطريرك أنه يعني يشكلوا حكومة يكون فيها الحد الأدنى من التوافق. هلأ حكومة الوحدة الوطنية مثل ما كانت مرسومة بالسابق، هي حكومة مقيد لها أن لا تعمل. بطرك سفير كان يقول هيدي حكومة حصان بجرة من قدام وحصان بجرة من وراء. ليه؟ لأن بيصير مبدأ التضامن الوزاري اللي هو معروف ومهم، تعرف أنه بالوزارة، بس كمان لأنه مرقت مراحل صرنا مشتتين، الوزارة الوزير لو معارضا للقرار الوزاري داخل مجلس الوزراء في عليه مبدأ التضامن الوزاري عليه صحيح. أن يدافع عنه صحيح. بس شو رح يتغير مع هاي الحكومة؟ يعني ما رح يتغير شيء، هاي الحكومة رح يكون فيها مبدأ التضامن الوزاري، بده يكون بالحد الأدنى. أنا عم بحكي صرنا عم نحكي بالحد الأدنى تنمرق المراحل. السؤال مش هاي الحكومة شو بتعمل، هل قيام حكومة بالحد الأدنى من التوافق الوطني أفضل ولا نضل بلا حكومة ونوصل إلى الفراغ الرئاسي؟ هيدا السؤال بين هو اثنين، ما هو البديل؟ هلا يعني اذا شكلت هذه الحكومه وقيد الانتخابات الرئاسيه ان تجرى، يعني سياتي الرئيس على شاكله هذه الحكومه؟ يعني الرئيس بيصفه انه رئيس توافقي او رئيس يجمع الكل، اكيد مش يجمع الكل. ما في حدا يجمع الكل، الرئيس بده يجي، يعني اول شيء بيقولوا يجمع الكل بعدين بينقلبوا عليه. الرئيس بده يجي طبعا، لانه الرئيس بيكون عنده اذا يعني اخذ اي موقف رح يقوم ياخذ موقف، اكيد بده ياخذ موقف. شو جاي الرئيس ليكون ليعمل شو؟ وقت بيجيبوا رئيس توافق بيقولوا له تعا وما بتعمل شيء انت، لا بتحكي ولا بتشكي. قصه التوافق يمكن كمان عم بيصير فيه بالتقنيه، الكلمه التقنيه عم بيصير فيه غلط. شو يعني رئيس توافقي؟ رئيس توافقي يعني اتى ليس من فريق بشكل أساسي هيك دفرون، إجا بتوافق أساسي من القيادات الأساسية عظيم. وطبعا خلينا نقول بمباركة ودعم إقليمي ودولي، هيدا اللي حصل مع الرئيس سليمان. الدوحة سمت رئيس الجمهورية عظيم كتير، وأتى التوافق من الخارج إلى الداخل. طيب هلأ بدهن الرئيس ما يحكي؟ لا، الرئيس بده يحكي، بده يعطي رأيه، بده ياخد موقف. أوكي،
فليعارضه من يريد وليوالي له من يوالي. هلا المشكلة انه بنهاية العهد الحالي بعتقد انا النقص الاساسي اللي كان هو عدم قيام فريق سياسي وزاري ونيابي وسياسي الى جانب رئيس الجمهورية كمشكلة كمجموعة فاعلة متضامنة. هيدا كان رئيس سليمان لو باول العهد كان حده هل ناس هودي ناس ما تكون مستحية بموقفها، ما تكون مستحية بانتمائها، يكون عندها بلان عمل ضمن إطار التركيبة اللبنانية، لأن ما في حدا يطلع عن التركيبة اللبنانية. بعتقد كان الرئيس نجح أكثر بكتير مجالات. هذا لا يعني أنه الرئيس سليمان قام بدور ضمن الإمكانات الموجودة، ضمن الإمكانات الموجودة وصلنا إلى مرحلة هو يدعو إلى حكومة وله موقف سياسي من شتى القضايا. بعرف أنه في ناس معه، في ناس خونوا خونوه قالوا انه ممكن ناخده على المحاكمة. لا هلا هذا كلام يعني شو هذا كلام؟ هذا كلام يعني مو حفي بيكون من بعض الاطراف السياسيه. هذا كلام هذا كلام يعني هذا كلام يعني مع احترام ما بعرف مين قاله، بس انه هذا كلام خارج السقف يعني خلينا باطار ما هو واقعي. الرئيس حر ياخذ اللي بيريده من مواقف، هو رئيس الجمهورية ورئيس الدولة ورئيس الدولة. مش مزبوط انه الرئيس ما عنده صلاحيات بالمطلق. رئيس الجمهورية اللبنانية لم يزل بحكم انه رئيس الدولة، وقت اللي بيقولوا الساهر على الدستور، مش الساهر يعني بحط شمعة من عشية بيسهر على الدستور، بيحط الكتاب قدامه بيقعد، لا الساهر على الدستور من خلال الرسائل اللي بيرسلها لمجلس النواب، من خلال المواقف اللي بيعطيها، واولا من خلال الوزراء اللي مش انه حصته، انا برفض يقولوا حصة رئيس الجمهورية، الوزراء اللي بيمثلوا خط رئيس الجمهورية داخل مجلس الوزراء. ما هو كمان له كلمة أساس بمسألة تشكيل الحكومة. ما هذا الموضوع لهالسبب بقول أنا أنه وقت اللي بيقولوا يعني من الطائف لليوم رؤساء الجمهورية استخدموا هذه الصلاحية بالشكل الفاعل بالشكل المطلوب. الظروف يعني أي طائف عم نحكي، اتفاق الطائف يا دكتور ما هيدي صلاحية موجودة، بس اتفاق الطائف اللي انكتب أصبح الدستور من سنة 90 لم يعد هو الطائف الحقيقي بعد المطبق يعني كل الشوائب اللي شفناها. هلأ الطائف اللي انكتب يجب أنه ننظر له من زاوية تقنية على صعيد قلت هالمواد تحديث الدستور مش تعديل، تحديث الدستور. يعني موضوع المراسيم قدي بدها وقت، الوزير قديش عنده سلطة مقيدة، لأنه ما فيك تقيد السلطة العليا اللي هي رئيس الجمهورية وما تقيد الوزير. رئيس الوزراء المكلف لازم يكون عنده مهلة معينة ليقوم فيها، يعني كل هالمواضيع لازم تدرج هيدي بالدستور. ليه؟ لأنه الخبرة بعد هالسنين كلها بيّنت، والرؤساء الثلاثة اللي مرقوا حكوا فيها يعني أنه في شوائب بالنص الدستوري ما عم بتخلي نظام الحكم يتبلور بين المؤسسات الدستورية بالشكل اللازم. بس يعني مثلا مجلس الوزراء ما في حل مجلس النواب الا بحالتين، يعني من الصعوبة انه تتحقق، لازم يكون في توازن بين السلطات اذا كنا نحن فعلا بنظام شبه برلماني، لانه سلطة عنا النظام مجلس النواب لديه سلطة يعني واسعة بهذا الاطار، ان كان بالتشريع وان كان بمراقبة عمل الحكومة. اما اليوم وقت اللي بدنا نشوف رئيس الجمهورية المقبل، يعني الله يساعده اللي بده يجي. اولا الملفات متراكمة على كل الصعد، على كل الصعد، يعني إن كان ملفات لامركزية، لأنه اللامركزية شغلة أساسية، شغلة أساسية ومقاربة تبعية، شغلة أساسية. ليه؟ لأنه وقت اللي بدك تروح تتعمل معاملة من جونيا لبيروت بدل 3 ساعات بدك تشوف هذا الرئيس، بس يجي أول حكومة بده يشكلها بده يأخذ معه وقت كمان. بدك تأخذ معه وقت، يعني إن شاء الله ما تأخذ وقت. خلينا نبلش من هون. إن شاء الله يكون في الملفات. إن شاء الله يكون في توافق بالحد الأدنى كمان. قبل ما نروح على الملفات. يعني بدنا نشوف الخارج شو بيقول للداخل. والداخل. إذا إجا رئيس. يعني. إيه والداخل إذا إجا رئيس. هلا طبعاً إنه عم بيحكوا إنه الفراغ هو إمكانية، لا الفراغ احتمال مش إمكانية، احتمال كبير يعني. الفراغ احتمال كبير، لأنه مثل ما بيصير في أجواء توافقية وتقارب ممكن يصير في أجواء تباعد، وبترجع الناس بتحمل هالأوزار هيدي وبرجع البلد مشتت. لهالسبب نحن نحو شوي إعادة نظر بكل المواقف اللي بياخدوها الأطراف السياسيين، لأنه ما حدا قادر يغير المعادلات.
بلبنان نحن محكومين بهي المعادلة، بتطلع وبتنزل بس هي المعادلة وما حدا فيه يلغي حدا. لسبب بدنا نتطلع إلى الموقف، كل واحد عنده موقف وحقه يكون عنده موقف، مش انه هيك انه لازم نكون كلنا موقف واحد ومشيين بالصف ونهلل. لا، نحن منا مجتمع شمولي، نحن مجتمع تنوعي، في عنا موحدين بالقرارات الأساسية ولكن كل واحد عنده رأيه، كل حزب عنده توجهاته. في ناس ترى أن السلاح ما لازم يكون، في ناس بتقول لا السلاح لازم يكون. إذن لازم نرجع لطاولة الحوار، لطاولة النقاش، بس مش هلأ، هلأ مش وقتهم هو. إيه بس في آراء كمان يعني تودي بلبنان إذا اعتمدت تودي بلبنان نهائيا يعني. طبعا السبب مش إنه يعني كل الآراء إنه هي مفيدة يعني. لا مش أبدا مش مفيدة، أنا مش عم بقول هيك، أنا عم بقول إنه في تنوع، هيدا التنوع أنا بحترمه، كل واحد بيحترم رأي الآخر، يعني هيدا سياسة التخوين وسياسة الحكي والاتهامات، وهيدا ما بيبني بلد، هيدا الاتهامات متبادلة بشكل مستمر ما بتبني، لأنه ما حدا بيمتلك الحقيقة كاملة هيك بلقطة بإيده، في جزء من الحقيقة متفلت بمرحلة ما أو عند فريق ما. للسبب وقت بدنا نتطلع في عنا مبادئ، أولا نريد الدولة اللبنانية، هيدا شيء ما فينا نطلع منه. وقت اللي منقول الدولة يعني المؤسسات، يعني الجيش اللبناني، الجيش اللبناني اليوم، هل الشعب اللبناني أو كلنا سوا مدركين ما هي المسؤوليات التي يتحملها الجيش اللبناني وهو المؤسسة الوحيدة القائمة هيك بعد مؤسسة بالمعنى؟ طيب يعني انت بدك تطلع كيف بدك تبني دولة من دون جيش؟ لسبب الدعم السعودي بهذا الموضوع لازم يشمل كل الدول تدعم الجيش اللبناني، كل الدول. طيب توقف تاني مرة مع الإعلان ومتابع نهاركم سعيد. ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد من الـ LBC مع الدكتور أنطوان صفير. دكتور، يعني ب16 الشهر ستبدأ المحكمة الخاصة بلبنان أولى جلسات المحاكمة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. يعني هذه المحكمة بدأت عملها أو بدأت المحاكمة بعد 8 سنين من عملية الاغتيال. أول شيء يعني من هيك من الناحية المعنوية إذا بدنا نقول، كيف تقرأ يعني هذه المحكمة وبدء هذه المحاكمة؟ يعني المحكمة بدك تنظر لها بثلاث أطور. ثلاث أطور. الإطار الأول هو الإطار القانوني العام، هلأ مشرحه. الإطار الثاني هو الإطار التقني، القانوني التقني. الإطار الثالث هو الإطار السياسي، يعني ما فينا نشيلها. لا أكيد ما فينا نشيلها الإطار السياسي، أولا باعتبار أنها تتعلق بزعيم سياسي أساسي. الإطار القانوني العام، المحاكمات الدولية بتاخد وقت، صح؟ المحاكمات الدولية حتى اليوم هي مفهوم أكثر ما هي نتيجة، بمعنى أنه قديما كان رئيس دولة أو رئيس نظام أو رئيس منطقة أو قائد مسلح يقول أنه هو دون عقاب، دون سقف، يستطيع أن يعمل ويقوم بأي جريمة. بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تتبلور مع نورنبرغ ومن ثم مع كل المحاكمات اللي حصلت، ولا سيما وصلنا إلى يوغوسلافيا السابقة اللي أنشئ محكمة بسبيلها، إلى رواندا جرائم ضد السلام، ووصلنا سنة 98 إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة دائمة، صحيح، تتعلق بجرائم أساسية منسميها الجرائم الدولية، الجريمة ضد الإنسانية، جريمات الحرب، جرائم الإبادة، الإبادة العرقية، الطائفية، المذهبية، وجريمة العدوان. هلأ طبعا جريمة الإرهاب هي جريمة بيحكي عنها ميثاق الأمم المتحدة على أنها من الجرائم التي تمس الأمن والسلام العالميين. يعني وقت اللي بيقول مهمة مجلس الأمن الحفاظ على الأمن والسلام العالميين، طبعا معناتها بالاستنتاج أن الإرهاب هو جريمة ضد الأمن والسلام العالميين. صحيح. السبب وقت اللي صارت الجريمة ب 14 شباط 2005، مجلس الأمن الدولي باليوم التالي وصف الجريمة على أنها جريمة إرهابية. وبالتالي من أعلى مرجع دولي وقت اللي بيعطي هالديسكريبسيون هيدي أو هالكاليفيكاسيون هيدي يبنى على شيء مقتضاه. وصلنا إلى ثلاث مراحل. مرحلة أولى غير قضائية،
هي الشيء اللي سماها لجنة تقصي الحقائق اللي كلفها وقت ذاك الأمين العام. هيدي ما كان عندها صلاحية قضائية. تقدر تستمع صحيح. ولكن صحيح. ما بتقدر تستجوب. هيدي اللي ترأسها فيتجيرالد طبعا شي. وصلت إلى ولكن عملت تقرير ثم إلى لجنة التحقيق الدولية صحيح. التي أنشأت بموجب القرار 1595 اللي كان عندها صلاحية قضائية حقيقي. طبعا ولكن مساندة للقضاء اللبناني وبمعاونة القضاء يعني هي تعاون القضاء اللبناني. قامت بمراحل مرق عليها عدة رؤساء لهاللجنة ووصلنا إلى قيام المحكمة الخاصة بلبنان. ليش منقول خاصة؟ لأنه هيدي محكمة لا تنظر بكل ما يجري في لبنان وكل ما جرى بس تطلع إلى جريمة 14 شباط 2005 بكل مكونات الجرمية، من قام بها، من خطط لها، من مولها، وأي جريمة بين 1/10/2004 وجريمة اغتيال جبران تويدي يعني ب 12/12/2005 صح. إذا كان في تلازم بين إحدى هذه الجرائم وجريمة 14 شباط. في ثلاث جرائم لحديث هلأ بيّن أنه هني مرتبطين بجريمة الرئيس الحكومي. هيدا بيّن من خلال التحقيقات. صح. هلأ طبعاً لازم يبين. هني جريمة محاولة اغتيال مروان حمادي نعم. وجورج حاوي والياس المر. الياس المر. طيب. هودي لازم يبينوا من هلأ إذا بدوا تتبلور بدون يروحوا على المحاكمات. بدوا يصدر قرار طيب. اتهامي فيهم. هلأ. بداية. إذن المحكمة الدولية ابتداء من أدار 2009 بلشت الصلاحية للمحكمة الدولية أصبح طيب بس هون بدك كمان يعني لو منذكر شوي بقرار مجلس الأمن الذي أنشأ هذه المحكمة أي قرار ألف ألتوى أي إنشاء المحكمة بموجب القرار 1757 أي وهو تحت يعني كان كمان تحت الفصل السابع أدلت فيه طبعا تحت الفصل السابع ليش تحت الفصل السابع وهذا يعني بشكل مبسط في فصلين بيحكوا عن حل النزاعات الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الفصل السادس وفي الفصل السابع الفصل السابع نسبيا جديد يعني أدخل ليه؟ لأنه هو اللي بينفذ قرارات مجلس الأمن وتوجهاته حتى بالقوة يعني مش بس بالقوة حتى بالقوة إذن بكل الطرق المتاحة لسبب المحكمة الدولية بدأت بطلب من الحكومة اللبنانية تحقيق الدولة ولكن ما أنشئت بموجب الاتفاق فقط بين الحكومة اللبنانية و الأمم المتحدة أنشئت بموجب القرار 1757 لحدد المعطيات العامة والإطار العام لقيام هذه المحكمة هلأ وصلنا اليوم إلى المحاكمات إذن تركنا أو خلصنا التحقيق اللي مفروض يكون سري ووصلنا إلى المحاكمات اللي مفروض تكون علنية ليش أنا بقول مفروض لأنه يمكن حدا يطلب في بعض القضايا صح. في بعض القضايا أو بعض الملفات أو بعض الأشخاص اللي عم يحكوا معهم أن تصبح المحاكمات سرية صح. سرية صح. أو مغلقة صح. هذا شيء لازم هذا وارد بنظام المحكمة هلا هذا الإطار القانوني العام بيصير فيه بداية للمحاكمات بعتقد بدون ملف مرعي هو المتهم الخامس بده يضم حسن حبيب مرعي طبعا سيضم للقضية الأساسية الأساسي و بتبلش المحاكمات من هون طبعا المحاكمات الدولية شبيهة بالمحاكمات اللبنانية يعني من حيث البروسيدور من حيث الأصول ولكن طبعا فيها خصوصية معينة هي وجود مدعي عام وقاضي للإجراءات التمهيدية يعني في سلطة كنترول كتير قوية إضافة إلى وجود مكتب للدفاع لأنه المحكمة الدولية المحكمة الخاصة بلبنان هي أول محكمة دولية أو ذات طابع دولي بيكون فيها مكتب خاص للدفاع من هون المتهمين الخمسة اللي هن ملاحقين غيابيا حتى ساعة مكتب الدفاع عين لهم محامين للدفاع يعني صحيح ومعاونين لهم 100% وبالتالي حط الجهاز اللي بده يقوم مقام المتهمين ليدافع عنهم ويبحث بالحيثيات والقرائن والشهود وغيرها هيدي أول مرحلة أما الإطار القانون التقني فهو هيدا اللي بده ياخد وقت اللي هو أولا الاستماع لرأي الادعاء الاستماع لرأي الدفاع بس قبل هودي والمتضررين كمان فيه طبعا ما هي الادعاء مش بس الـ يعني الـ مش مكتب المدعي العام بس يعني لا
كمان طبعا وكلاء الضحايا بطبيعة الحال، لأنه الادعاء في الادعاء العام وفي الادعاء الناس اللي هي اللي ماتوا يعني متضررة طبعا، يعني عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلات الأشخاص اللي 21 شهيد سقطوا في هذه يعني في هذا الموضوع. إذن كله إضافة بمثله الادعاء ادعاء يعني الشخصي إذا بدك أو الناس المتضررين أو اللي قتلوا، وإضافة إلى الدفاع اللي حتى اليوم مكتب الدفاع معين محامين، يعني معين محامين بالأصالة. بدأ تبلش الاستماع إلى هذا التابلو ثلاثة، ومن ثم إلى الشهود اللي يقال، يعني أنا مني محامي بالمحكمة لا أعرف التفاصيل، ولكن اللي بشوفه واللي بقرأ أنه يقال أنه هنالك مئات الشهود. يعني الادعاء وحده في عنده تقريبا 500 شاهد، يعني يقال يعني مئات الشهود. وطبعا الشاهد بياخد وقت الاستماع، بس الشهود مش كلهم، يعني في امكانيه مثلا انه الشاهد يدلي بافادته مكتوبه. طبعا هيدي بتقبل فيها المحكمه، ما عم نقول لا مش كلهم بدهم الشاهد، في شاهد بدهم يطلع عبر مش كلهم بدهم يمسلوا عبر الفيديو كونفرنس، وفي شاهد بغيروا له اسمه طبعا، وفي شاهد ما لا يظهر هويته امام المحكمه هلا لانه في وحده حمايه الشهود. صح. طيب بس هذا الموضوع اللي عم اقوله انه سيتخذ وقت. ليه؟ لان هيدي محكمه بدأ تدرس كل ورقة مرقدة. صح. بعدين إذا إذا, إذا إذا ضمت قضية مرعي سيحصل هناك تأجيل. طبعاً طبعاً. تأجيل حاصل. ولكن أهميتها إنه 16 الشهر تبدأ المحاكمات العلنية. وهذا شيء هلا بتقولي طولت؟ لا ما طولت. أخذت الوقت يعني مثل كل المحاكمات الدولية بتاخد وقت. لأنه التواصل منه تواصل محلي، تواصل على مستوى دولي، وبالتالي بدأ تاخد الوقت الكافي، خصوصا أنه في هذا العدد وهذا الكم من الشهود، في هذا الكم من الشهود شغلي منا بسيطة. صحيح. الشهود إما بدك تستمع إلون شخصيا، إما عبر الفيديو، إما عبر الإفادة المكتوبة. المكتوبة الرسمية، الرسمية مش مين مكان بيقدر يبعت، لسبب الكلام اللي حكي سابقا عن شهود زور، يعني مع احترامي للي حكيوه ما كان بمحله. شاهد الزور هو الذي يأتي إلى المحكمة ويشهد أمام المحكمة، يعني بيرفع اليمين. بطل حد يحكي عنه شهود الزور. لا لا خلصت، لأنه موضوع ما كان ملف سياسي ما كان ملف قضائي. سقطوا الحكومة كرماله. القصة أنه ملف شهود الزور يشهد أمام المحكمة، هيدا شاهد الزور. أما اللي بيجي يدلي بمعلومات أمام التحقيق هيدا بيكون عم يضلل العدالة. وهودي جريمتين مختلفتين تماما عن بعضهم، ما لهم علاقة ببعضهم تماما. الشاهد بيجي بيقول أنا شفت فلان أو عرفت بفلان، ويتبين لاحقا أنه لا مش مزبوط، هذا شاهد زور. ويلاحق أمام المحكمة أو أمام المحاكم اللبنانية، ولكن مش أمام اثنين. طيب هلأ المرحلة التقنية هي مرحلة قراءة الأوراق، درس الأوراق، الاستماع إلى الادعاء العام، الادعاء الخاص، والدفاع والشهود. أما الإطار الثالث فهو الإطار السياسي. الإطار السياسي لا شك أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أو ذات الطابع الدولي تشكل مادة دسمة في النزاع اللبناني، هذا ما نسر من بلش الحكي عنه. طيب أنا بدي استند لشيء أساسي قالته سيدة نازك الحريري أولت مبارح، هو يعني تكرار لما قالته عدة مرات، تأكيد يعني إشارة، بتقول لا نبغي الثأر ولا التشفي، نبغي العدالة والحقيقة. يعني أنت اليوم في الإطار السياسي وقت اللي بتكون مؤيد للمحكمة بدك تكون مؤيد لها ليس من منطلق سياسي، بدك تكون مؤيد لها من منطلق أن تصل إلى عدالة حقيقية وتكشف الحقيقة الواقعية، مش الحقيقة اللي انت بدك اياها او اللي غيرك بده اياها. بس مش هذا واقع الحال مع اللبنانيين. لا لا انا عم بحكيك شو الاطر اللي مفروض ان تروح فيها هذا الموضوع. يعني نقابة المحامين نائبنا العزيز استاذ جورج جريجي بيشير مبارح الى انه احنا ما فينا نكون الا مع منظومة الشرعية الدولية، يعني المحكمة هي جزء من منظومة الشرعية الدولية. هلا المحكمة منزلة؟ لا ما في شيء منزل. هلا صارت المحاكمات علنية، وتستطيع كمواطن وكسياسي وكقانوني أن تقيم عمل هذه المحكمة وإدائها وجديتها من خلال ومسؤوليتها من خلال ما تسمعه وتقرأه للعلن. إذن هذا الموضوع لا بد المحكمة حدا يدافع عنها، ولا بد ناطر حدا يزم فيها، لأنه اثنين ما رح يأثروا على الموضوع. حتى لبنان لو ما دفع التمويل كانت المحكمة مستمرة.
ليه؟ لأنه لبنان وقت ما بيدفع التمويل بنظام المحكمة ثم بقواعد الإجراء والإجراءات والإثبات بتقول أنه للأمين العام أن يبحث عن مصادر تمويل أخرى، بس بيكون لبنان سود وجهه مع المجموعة الدولية وتلكأ عن موجبات تعتبر بمثابة التزامات دولية يلاحق عليها، يمكن يصير في عقوبات يمكن. وحسنا قامت هذه الحكومة عدة مرات، ساعة بالطريقة المباشرة وساعة بالطريقة غير المباشرة، وجمعية المصارف وقتها كان رئيسها صحيح صديقنا الدكتور جوزيف طرابي اجوا قالوا نحن خايم ندفع، شو هالقصة؟ ليه؟ لأنه بدأ تجر على مشاكل لا يستطيع لبنان أن يتحمل أوزارها. بس هذه المحكمة مثل ما قلت يعني جرأ التشكيك فيها، جرأ التشكيك فيها، وصفت بأن محكمة إسرائيلية محكمة أمريكية، وصفت بأن هي أداة لضرب المقاومة ولضرب حزب الله. اليوم عندما تبدأ هذه المحاكمات يعني مسألة التشكيك لابد وأن يعني تأخذ منحى آخر، أو أنه الأطراف اللي كانت عم تشكك ستعتمد على ما سيقوم به الدفاع في داخل هذه المحكمة، وهي قد تكون على تنسيق معه بالرغم من أنه بنظام المحكمة يفرض على محامي الدفاع في حال صار أي اتصال بينه وبين أي المتهم أنه يبلغ المحكمة. هلا التشكيك هون عنا حتى بالمحاكم اللبنانية وقت اللي بيصير في فريقين أو عدة أفرقة وأوقات بيصير في تشكيك، التشكيك هذا شيء طبيعي بطبيعة الإنسان، لسبب في أوقات فيك تقدم طلب أنه يتنحى قاضي نحي بسبب الارتياب المشروع موجود بالقانون اللبناني، أو هو بيعتزل أوقات هو بيتنحى بقول أنا إما لي كونفليد انتري بنسميه يعني تنازع مصالح، أو لأنه في درجة قربة أو درجة تعامل معين، أو ابنه بيشتغل عند حدا أو كذا بيتنحى بقول أنا ما بدي، أو أنت بتطلب تنحي. بالمحكمة الدولية مش هيدا المسألة، التحقيقات اليوم فترة التحقيقات قد انتهت إلا إذا المحكمة رجعت كلفت الإدعاء العام أنه يرجع مكتب النائب العام يعني المدعي العام أنه يرجع يحقق ببعض القضايا، وبعتقد بحق له يواصل التحقيق حتى لو كانت المحكمة ماشية. لا، بحق له يواصل التحقيق بتكليف منها. ليه؟ لأنه اليوم خلينا نقول القرار الاتهامي اللي صدر واللي يمكن مش كله صدر، يمكن لانه تصور انا بعد فيه له حق يعطل حسب النظام يعلن فيها بالمحكمه طبعا، طالما انه لم يعلن عنها فهي لم تزل قابله للسحب وللرد طبعا بالتشاور بين المدعي العام وقاضي الاجراءات التمهيديه اللي هو ما بدي اقول سلطه استئنافيه عليه بس يعني سلطه تشاركه بعض القرارات. صحيح. اوكي، هلا وقت اللي المحكمة بتحط إيدها على الملف كمحكمة درجة أولى كقضاة بنسميهم نحن قضاة جالسين، لا يستطيع المدعي العام الاستمرار بالتحقيق إلا بتكليف من المحكمة. ليه؟ لأنه تحقيقه ما بيعود له قيمة معنوية تضيف على القرار الاتهامي إلا بأمر من المحكمة. يعني المحكمة بده ياخد إذنه أنه أنا عندي نقطة معينة ممكن تنور التحقيق، ممكن تزيد المعطيات، ممكن تأكد على وقائع أو تنفي وقائع موجودة، بقولوا له نعم فيك تسترد قسم من هالقرار الاتهامي أو تسترده كله تزيد عليه وقائع. إذا كان هذا الأمر دليل استطاع أنه يقدمه بالمحاكمة؟ لا، دليل شو دليل اليوم؟ ما فيك اليوم مثل ما قلنا أنه مكتب المدعي العام يعني يحتفظ بالكثير من الأدلة التي لم يعلن عنها، ربما بياخذ هذا الدليل وبيحطه أمام المحكمة، وهذا الدليل مثلا بيكون يعني شيء أساسي بتورط أشخاص، بتورط جهات، بتورط دول، المحكمة هذا الدليل تنظر إليه حكما، هي ملزمة أنه تنظر له، مش أنه لها تنظر، هذا موضوع للبحث. شو يعني القرار الاتهامي؟ هو ما توصلت إليه نتائج التحقيقات اللي تبنته النيابة العامة لدى هذه المحكمة. صحيح. وصادق عليه قاضي الإجراءات التمهيدية. صحيح. إذن في سلطتين شفوا، إضافة إلى لجنة التحقيق اللي بالأساس يعني استجوبت ناس. طيب هيدا دوكيومان، هيدا دوكيومان بيتقدم أمام المحكمة وفي دوكيومان قبيله بده ينرد من الدفاع اللي هن يفترض أن يمثلوا الأشخاص المحاكمين بشكل غيابي. سؤال أخير، يعني المتهمين الخمسة لحديث هلأ هن يعني عناصر في حزب الله أو مسؤولين في حزب الله، اليوم وقرار الاتهام اتهم هؤلاء الأشخاص، ما اتهم حزب، ما اتهم جهة سياسية، ممكن أن يتطور هذا الأمر في خلال المحاكمة؟
بده اذا تطور هذا الامر بده يتطور مش نسبه لاتهام حزب، نسبه لاتهام مسؤول بس حسب المعطيات اللي موجوده بالقرار الاتهامي مش بالاستنتاج. لا مش بالاستنتاج، بالوقائع. بالوقائع كل وارد، كل وارد طبعا. بالوقائع كل شيء وارد. انت اليوم عندك ورقه بتفيد انه الرولوفي تبعك القضائيه بتقول، وين بتوصل هالرولوفي هيدي؟ المحكمه بدها تنظر، يمكن توصل الى مراحل معينه تتهم اشخاص مسؤولين او غير مسؤولين. بس ما فيها تتهم جهه سياسيه بالموضوع. ليه؟ لانه الجهه السياسيه وقت بدها تتهمها بده يكون في قرار على مستوى هذه الجهه وثابت. وهذا الشيء ما راح يكون هيك، ما في يكون هيك لسبب. نتطلع الى المسؤوليه الشخصيه اساسا. نظام المحكمه حكي عن هالموضوع خارج اطار مسؤوليه الرئيس والمرؤوس، صح؟ اوكي. وقت ذاك ما كان عم يبحث بموضوع من المسؤول صح. كان عم ينوضع بشكل عام ليحدد نطاق المسؤوليه اللي على اساسه المحكمه بدها تنظر لتحدد من قام بهذا العمل وما هي عقوبته. دكتور أنطوان صفير، بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم. نهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك. ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى